قاطع مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. عطر الليل من علمك هالحكيات. شفت حالي قدامك ومع السيف، وشعب كتير حواليه وبدي أقدم لهدية. نسيت شو قالوا لي قول ولازم قول، تنعبالي هالحكيات. سامع يا شيخ خاطر؟ سامع يا بنتي. يا عطر الله، انت منين؟ انا من انطليان. وبأم طلياس التقينا بأبو صقر الخازن، كنا أولاد صغار وكان خالي أخذنا تيخبينا بعكار. قال له أبو صقر الخازن جيبوهن عابلوني، أخذونا عابلوني وربونا بيبلوني. شو جابك لهو؟ بيي عسكري عندك. شو اسمه بيي؟ عباس. عباس اللي الأنطلياس عرفته، هيدا عسكري بحبه. وينو بيك هلا؟ واقف بهالليل وجوه وجه الليل. يا مولانا المير، قلت لهم كلهم صاروا حاضرين، خليهم يتفضلوا. وانتي خليكي هون، كتب لك تضلي هون، مش صدفة جيتي لهون. غايبة 5 سنين وبعدهم بيحبونا بالحدا لقونا. غايبة 5 سنين الاضطهاد زاد وأهالي البلاد شفتوا ناطرين. الوقت مدهمنا واليوم بسنة، لازم نبدأ. لازم نبدأ. بدكن الاستقلال؟ بدنا الاستقلال. اعتمدوا على الله وعحالكم، خدوه بالقوة بضربة السيف اللي بتضوي. غير السهر، غير التعب والسيف ودموع الحجر. جاي انا تهزكن مثل ما هالريح بتهز الشجر. سهر وتعب ويلا التهن، احنا بدنا نعمر الوطن. طاعة بدك الطاعة. شرفنا من أرض العتيق بمجدنا الجاي بالعز اللي كان بكل حد تطراب من أرض لبنان، وبحق الإنسان يتمتع بالكرامة ويعيش بألام. وكل اللي بيتراجع، كل اللي بيخون، بيكون ملعون. لي بس مثل التين، لي وحدة بالجر، لي حارب هالبرد، يحزن مثل السرور، يبكي مثل الصفصاف، مثل الغيب السوداء اللي مسمر عالبور. ولا تشدع أبطر الجنيه وتشرب تطراب الريح من هلأ لميت سنين وقد تخلص الدنيا. شيخ أبو نادر إياه
قيادة جيش المشاة لعيونك يا فخر الدين الشيخ يسلك العفيف رسولي بهالمناطق لعيونك يا فخر الدين لباش حصير الطويل قايد قلعة الشريف لعيونك يا فخر الدين يونس هجي وعلي ابن القيادة الجيش لعيونك يا ابو علي والشيخ فارس حبيش فضل دار الملكي وبدي تغنيلك هي قاضي احمد الخالدي والشيخ قاضي القادم رباشي كتب احمد معي بالديوان والله معكن يا اخوان يا عبد الله يا مولانا لي معك حديث خير ان شاء الله يا بلوك باشي كتب احمد حديث على انفراد الشيخ خاطر مرافقنا وعطر الليل بنت العسكري عباس اللي ناطر عباب الليل يا مولانا مستحيل تسليم قيادة القلعة للملك باشي حسين الطويل وليش يا كتب احمد صحيح انا عثماني لكن انتم ربيتونا مولانا أنا طامع بقيادة القلعة نحن ربيناك مش حاسبينك غريب لهالسبب حطيناك معنا بالديوان يا مولانا المير بخوفني هالرجال لفتاته مثلي خنجر لا تخافي يا عطر الليل بدنا عالخناجر نمشي وطن بده يتعمر أنا وإنتي وكل واحد إذا من نريد بيتعمر أنا شو بقدر أعمل أنا السيف وإنت الغنية أنا لي مني حدا إنت الأمير الكبير كل واحد يا بنتي منا إله دور أنا دوري بدو يظهر بكرة بيذكر للتاريخ بالمليح بالوحيش بدو يذكر للتاريخ لكن انت دورك مخفي ويمكن ما يذكرك حدا ولا يكتب عنك حدا بدي جرب افهم أنا بسيفي بحرر هالمناطق وبحقق لبنان وانت بالغنية بتخلي له اسمه يزهر والمكان روحي بهالطرقات فوتي على البيوت ضلي عنه غني غيرك خلي غني ومتى الكل صاروا يغنوه بيصيروا يحبوه ويريدوه وبيصير هو الغنيه اذا يا عطر الليل صار ما صار وانكسر السيف بتكمل الغنيه شيل الحكي ما بينقال وانكشف قدامي مثل الصفحة المفتوحة خليني أراك غير الحيبة ما عندي وقد ما في بقلبك في بقلبي أكتر غلطان اسطنبول رجعة فخر الدين مش لصلاحها نفتكرته معنا وهو مع حاله وأنا هيك بقول وبدك تسكت بدك ترتاح في شجر الزل وتسكت ميت خيك ومركبار وينك ليش سكتوا ليش صارت السيوف العتيقة المرمية بالأبية عتيقة من دعب للنوم وغطلتوا الحسرة قوموا صرفوا على العالي الناس اللي حوالينكم وينك راحوا الناس من حوالينا لحقوا صوته كراسينا عم تتزعزع تحت منا
فخر الدين مش عم بعرف كيف سرق كل الاشياء. حب الناس والنفوس والطاعة. أميرة منتهى، يا ترى بصوتك في رن التسليم؟ كشك أحمد، ما في وقت نكابر على حالنا. خطر المير بيطالكن انتو أكثر ما بيطالنا. هالرجعة اللي رجعها، المشاريع اللي طرحها، الكلمات الغريبة اللي شعل فيها الناس، بده يعمل جيش يسلم الأهالي سلاح براج لا عشورة. عبكير لازم تتدبر القصة. أنا علي باسطنبول يومية تقرير وكلمة مسمى خلف الكلمة، أفاعي بسلال الورد وإبر بحرير حتى تهب النار وينقلبوا على المير ويصير اللي بده يصير. وإنتو؟ نحنا كنا وبدنا نبقى ضده. إذا إنتو هدنتو نحنا مش رح ننهادي. إذا بيجي وخي سكتو أنا مش رح هادن. ولو ما بقي غيري أنا إلا ما أخذ الحكم. رفعت أفندي، نظمي أفندي، بيظهر إنه المير بدأ بسرعة ولازم نحن نبدأ بسرعة. رتبت القضايا؟ كل شيء ترتب. قرر يا نظمي أفندي. بيعين مضايع متزولين؟ هيدي أحسن خطة. إذا عملنا بيعين منصير نقدر نفوت على كل ضيعات، على كل شارع، على كل البيوت. إشاعات في، معلومات في، بيعرف شو بيصير. كتابة تقري. كويس كويس يا رفعت أفندي ويا نظمي أفندي، انتو العين الخفية للدولة العلية. بدي مطرح ما توصالوا تنشروا الخوف والقلق، تحرضوا الناس على المير ومن كل البيوت تطردوا له خياله. خلي الحمام الأبيض اللي بياخد وبيجيب مكاتيب يكسر السيوف الحادة بريشه الأبيض. يا شباب شو؟ يا أخوان شو؟ أي ساعة بدنا ناكل؟ هلا أكلنا يا شكري. أي ساعة بدنا نشرب؟ هلا اشربنا يا شكري. مين بيعرف شو الفكرة؟ فكرك تاكل يا شكري. يا نزهة ما في مني قولي.